فاكر يوم ما انت اتصلت بيه وبلغته ان زوجتك متوفيه بقالها 3 سنين؟ لما توفيت انت كلمته وقلت له تعالى لي دلوقتي وانا عايزك، وجه وقف معاك. وهنا كان لازم ادخل. اخترت ان انت تقعد وتعمل اللي عليك وتحاول تسعد بني ادم كبير في السن ومريض. اكيد، لان هو في يوم من الايام والدي ممكن يبقى زي في اي وقت. والله صعب عليا يعني، مع انك اسال عليه وكده، فقلت الدنيا يعني ما الدنيا لسه بخير. ليه اخترت انك تعمل كده؟ او المحبه. كنت رايح مشوار المفروض يعني، بس ما فيش مشكله طالما عمل الانسان. ليه لازم نعمل كده كلنا؟ ليه لازم نعمل كده؟ شخص طبيعي واحد محتاج مساعده، لازم اساعده. ايوه طبعا، ده حاجه يعني، ده الشرف اللي انا اعمل كده يعني. الحاج هو قال لي عنده زهايمر وانا نازل امشيه، فلازم حاجه زي كده برضو اساعده يعني. كما تدين تدان، زي اللي انا بعمله دلوقتي يحصل قدامه بتاع. هل لقيت صعوبه في ان انت تجاوبه على اسئلته؟ هنعمل ايه طيب؟ ما هو لازم نساعده. لازم نعمل كده. لازم نعمل كده، ده زي والدي. وبعدين اي انسان مصري او اي حد في قلبه رحمه لازم يعمل كده. انا ليه عندك حق يا عرب كده؟ وجعت قلبي عليك على الصبحيه كده، خص عليك يا عم عباس. حضرتك من نفسك جمعتي الموقف واخترتي ان انت تقعدي مع عم عباس.